هبتدي بقى دلوقتي اعمل الكب كيك او الجلاش اللي انا عاملاه على شكل الكب كيك بال الحلو. المكونات بقى عباره عن ايه؟ مربى فراوله، جبنه كريمي، الجبنه اللي احنا ممكن نستخدمها للتشيز كيك او لاي حاجه ممكن نعملها ميكس مع الحلويات دي. مكسرات مشكله او ممكن نحط اي نوع مكسرات احنا بنحبه. ده عباره عن جلاش عملناه قبل كده في الكب كيك. بندخله الفرن لحد ما يحمر ويبقى باللون ده. نبتدي بقى نشتغل في حاجتنا.